إطاري مواكبتنا لما يعرفه أو تعرفه القضية الوطنية من حراك استقبلنا السيد معروف بالخير البشير رئيس جمعية أبناء الساقية الحمراء وادي الدهب. سي معروف بالخير كفاعل مدني عندكم مسار غير عادي، ولدتم بالعيون والتحقتم بمخيمات الحمادة والربوني. كيف تفاعلتم مع زيارة بان كي مون الأخيرة للمنطقة؟ طبعا زيارة بان كي مون كنا احنا كنشطاء حقوقيين ما شفنا فيها أي مستجد للقضية، شفنا بأن بان كي مون عطى تصريح غير دبلوماسي وعطى تصريح بغير غير يو زع نقولوا عنه يقدي يقدم القضية لقدام والله يقدي ينهي هاي القضية. بان كي مون خطأ في هذا التصريح الدبلوماسي اللي قال وما راجع مذكرته عندما ذهب لمنطقة التفاريتي وأعطى هذا التصريح فيها اللي هي منطقة نزاع ومنطقة كذلك ما من حقه أنه يصف الدولة المغربية بأنها محتلة للصحراء. نحن الحمد لله ما ننساو خير الدولة المغربية على الصحراء، احنا نوصفوها ما هي الأم نوصفوها أكثر من الأم وأكثر من الأب اللي فتحت درعتها المغاربه كاملين للصحراء، والحمد لله الصحراء كانت كيفتاش واليوم عادت كيفتاش. لا ما يالت بان كي مون عنه يقول عنها محتله، يالت يقول عن الدوله المغربيه هي اللي بنات الصحراء وهي اللي عدت في الصحراء، والحمد لله رانا نشوف البنيه ذلك الحمد لله اللي حقا الصحراء يقد يشوف الصحراء 76 ويشوف الصحراء 75 ويشوف ذلك نعم يشوف عن قطعتنا. نعم، ولكن كيف تفاعلتم مع هذه الزيارة فاحنا كجمعية؟ هل أصدرتم بيانا صدرنا استنكاريا؟ بيان صدرنا بيان استنكاري وصدرنا بيان تنديد، براء البيان اللي صدرناه بتنديد كأننا نشطاء حقوقيين أننا ندوا هذا التصريح لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اللي غير الدبلوماسي واللي غير مع أنه ما قالوا في صراحة في وقت ما هو في وقت عنه هو قلت احنا نتوقعوا منه انه ينهي هاي الماسات والله ينهي قضيه الصحراء، هي قاع محسومه قضيه الصحراء ما نقدر نقولوا فيها شيء، قضيه الصحراء انحسمت شحال هذه كملها محسومه. نعم، ما بان كي مون محسومه لمن؟ محسومه لصالح الدول المغربيه. انا الحمد لله رانا نعرفوا التاريخ نعم. انتم اذا مع مقتنعين بالحكم الذاتي؟ مقتنعين بالحكم الذاتي، نعم مقتنعين باننا نكون احنا والمغاربه، احنا الحمد لله لا احنا والمغاربه الحمد لله واحد، ما نعم. يقد حد يفرقنا، نعم. ما يقد حد ما تقد الجزائر تفرقنا، ما يقد الامم المتحده تفرقنا، الحمد لله احنا مغاربه. ولكن هذا الخطاب او هذا لا تسوقونه، نفاجأ نحن مثلا لجنه بالكونغرس الامريكي او روبرت كينيدي تروج بعض المزاعم المغلوطه وتقول بان الصحراويين يرفضون الحكم الذاتي ويطالبون بتقرير المصير. انتم ابناء الصحراء، هل انتم نعم. مقتنعين ومتشبثين بالحكم الذاتي؟ نعم احنا قلنا لك عندنا مقتنعين متشبثين بك الشباب سواء هنا في المناطق الجنوبيه وسواء في المخيمات متشبثين به، وقلنا وفتنا قلنا ووضحنا نعم. عن الحكم الذاتي هو اللي نهاية القضيه، وقضيه اللي تروج له كينيدي هاي اللي تروج له لان هي ما جات للناس اللي تعنيهم القضيه، والله الناس هي قاست جزء من فهمت جزء اللي يطالب شيء، فهمت نحتاج نعم. يطالب شيء غير نبغي كينيدي تجي للناس ابناء المنطقه وتجي لابناء الصحراويين الحقيقيين نعم. وتسول لهم كانوا باغيين الحكم الذاتي والله ما يدوروه، فهمت وكينيدي نبغي نقولوا لها عنها تعطي راسها العافيه كي نقولوا احنا الصحراويين تعطي راسها العافيه وتخلينا احنا بيننا مع قضيتنا وبيننا مع مشاكلنا، والحمد لله كي نعرفوا كاملين عن هون المغرب قطع شواط كبير في مجال حقوق الانسان. ما يقد كينيدي ولا ما تقد الامم المتحده ولا ما يقد حد ثاني يشوه صوره المغرب في قضيه حقوق الانسان. نعم الحمد لله. وماذا تقول عن امينه حيدر؟ طبعا امينه حيدر شو نقول لك عننا نحترمها كمرأة، بين المرأة لابد احترامها، ومن حيدر ما زالت حتى هي مش نقدر نقولوا أنا مقرر بها كيف كان مقرر بنا احنا، نعم
ومنين راجعنا احنا؟ الحمد لله راجعنا وعينا عرفنا عن ذاك المسار كنا ماشيين فيه مسار غالط. نعم. من التو حيدر نتمنى مولانا عنها تراجع وتشوف مصلحته للصحراء منين، وتشوف تعرف عن مصلحته للصحراء في حكم ذاتي، ما هو في 40 سنة من الحمادة ولا 50 40 سنة من الحمادة في خيمة ومازالوا في خيمة. نعم. يا كانت الجزائر باقى مصلحتهم ما عادوا 40 سنة هم مازالوا في خيمة، شي نقول لك عنه في فرن، ما نقدر نقوله الحمادة فرن، فهمت؟ نعم. أهالين يطيبوا في ذاك الفرن، ونتمنى مولانا عنها تراجع نتمنى تراجع عن ذا المسار وتشوف مصلحتنا منين. نعم نعم. نعم سي معروف، انت من الجيل ديال جلالة الملك محمد السادس، والاب ديالو الملك الحسن الثاني رحمه الله طيب الله وتعالى، كان الاباء ديالك من الجيل ديالو، وكان نادى جلالة المغفور له الحسن الثاني بالوطن غفور رحيم. محمد السادس كذلك فتح مجموعه من الاوراش وتشبث بوصيه والده، وفتح الابواب واستقطب ابناء ورحب بابناء الصحراء، واخر زياره له للاقاليم الجنوبيه كان هناك تجاوب كبير ما بين العاهل المغربي وابناء الاقاليم الجنوبيه. هل من كلمه في هذا الباب؟ طبعا قد نقول لك عن الحسن الثاني رحمه الله، ما خلى ما عدلها للصحراء، وكانوا من الناس المقربين منه، وكان من الناس اللي يبغيها للصحراء بصفه عامه، سواء هاول في المناطق الجنوبيه سواء ابنائه اللي في المخيمات، وما بخلهم شي نقولوا احنا للصحراء، ما بخلهم زي ساد، ما خلى شي ما عدلوا لهم رحمه الله عليه. وطبعا جلاله الملك محمد السادس حتى هو شي نقول لك عنه، الحمد لله مفتخر، وحتى مولي كذلك الصحراويين في المناطق الجنوبية وفي المخيمات مفتخرين بهذا الملك الشاب، هذا الملك اللي عدل ياسر في الصحراء، واللي ما ميز بين الصحراء ولا بين الرباط ولا بين قدير ولا بين هاي، ساوى بيناتهم كاملين. وشي نقول لك دار شي من الديمقراطية، والشباب فرحان في المناطق الجنوبية. أنا كان الشرف حتى أنا كنت متواجد وقت الزيارة الملكية، كنت متواجد فهم وشت كل شيء بعيني، ما يقدر حد يقول لي. شت أبناء الصحراء مرقوا كاملين رحبوا بهذا الملك، وشت أبناء اللي ما حتى ما هم في الصحراء ما هم حاضرين في ذاك التو تكلموا على جميع الوسائل الإعلام يرحبوا بهذه الزيارة اللي قام بها جلالة الملك لمدينة العيون والداخلة، واللي دشن فيها العديد من المشاريع لأبناء الساكنة، ووصى على ابناء الساكنه. وشي نقول المشاهد، نقول له عنه ملك 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 المغارب، عنه ابن المغرب وابن من طنجته القويره ابناه، وشعبه الحمد لله حتى هو يتم وراءه. نعم نعم. سي البشير، سي معروف، انت لا زلت في تواصل دائم مع ساكنة تندوخ؟ لا، ما تندوخ مع الخير. والمقر المركزي للجمعية ديالكم تتواجد تما بالرابوني، وشحال ديال عدد الأعضاء اللي عندكم تما؟ طبعا عدد نعم. وهذا البيان السنكاري اللي دليتوا به، وهذه المجموعة ديال الرسائل اللي اليوم توصلنا بها فيها توصلنا بها، واش موقع عليها؟ واش عندك شي عرائض او رسائل من الساكنه ديال المنطقه؟ طبعا نبغي نوضح لك هذه المساله بما يخص الاعضاء الجمعيه اللي متواجدين في المخيمات. نقدو نقولوا عنا ما نقدو عنكش نقلعوا عنا زاد غطاو جاهم، نقدو نقولوا مباشره بانهم رانك عارف الوضع في المخيمات، ورانك عارف النوع من القمع هناك في المخيمات، والنوع من الاعتقالات، بانهم هناك اعضاء شي نقول لك، قد نقول لك اعضاء الخفاء، وقد نقول لك عنهم فهمتني، وما يقدوا يوضحوا عن روسهم، يدافعوا عن وطنيتهم من داخل المخيمات، ويدافعوا عن انتهاكات حقوق الانسان من داخل المخيمات. وما يقصها والرسائل، ما نقدوا احنا كرئيس جمعيه ابناء الساقيه اني نصدر بيان ولا نصدر رساله استنكاريه، ما هو بتشاور مع اعضاء جمعيه ابناء الساقيه الحمراء اللي تواجدوا في مخيمات تندوف. نعم. لا بد من تشاورهم. نعم. ولا بد من توقيعاتهم. نعم.
التي تجينا توقيات. المهم في ذلك أنها تكون توقيعات بموافقتهم. ونقول لك على الجمعية، لحقت بلاد بعيد في المنخرطينها ولحقت بلاد بعيد في أعضائها، ومازال الإقبال في الانخراط هذه الجمعية بأنها جمعية تدافع عن حقوق الإنسان داخل المخيمات، وتدافع عن انتهاكات مولي كذلك، وتدافع عن مولي حق المرأة في المخيمات، اللي هو المبدأ الوحيد اللي نحن كافحوا من أجله، باش تعود المرأة مقدرة في المخيمات، باش تعود المرأة تملك حتى عقد زواجها في المخيمات، وما تعود المرأة عن البوليزاريو استغلتهم عنهم يعودوا يبنوا ويعودوا يتكرفصوا عليهم في البناء. احنا المرأة نقدسوها عنها ما تقدم. نعم سي معروف، المأساة أو الاختلالات اللي تتعيشها الساكنة تما في تيندوف، واش حاولتي كفاعل مدني انك تواصل مع اغاثه اللاجئين وتوصل لهم هذه المحنه التي تعاني منها؟ طبعا حد هناك في المخيمات كان الشرف عندنا، تقدمنا برساله لغوث منظمه غوث اللاجئين، غير ذوك للاسف ذوك الرسائل اللي نتقدموا بهم، اننا نقول عنا منين كنجيبهم للمركز غوث اللاجئين كيف اعطيناهم المخابرات الجزائريه بان كل ما يتواجد في ذاك المقر انه تابع للمخابرات الجزائريه، رسائل لا توصل للامم المتحده، رسائل تهان وترمى في المزبله التاريخيه. وكان الشرف عني كذلك تنقلت الى دوله موريتان وقدمت رساله كذلك لغوث اللاجئين، وكذلك قدمت للبانكيمون شخصيا، ولكن لم نرى تجاوب معنا. مضمون هذه الرساله اللي قدمتها؟ مضمون هذه الرساله هي رساله شخصيه ولا ليست رساله؟ نحن لا نتكلم شيء شخصي، نحن نتكلم بالدفاع عن المحتجزين في المخيمات تندوف بصوره عامه. نعم هذه الرساله كنا نتكلموا فيها عن انتهاكات حقوق الانسان الجسيمه اللي وقعت في المخيمات مؤخرا. وكنا نتكلموا فيها عن ابنائنا هذو اللي في اسبانيا وفي كوبا وفي هاي، كنا نتكلموا عنهم شوفوا مصيرهم منين، وكنا نتكلموا عن النشطاء الحقوقيين اللي تم اعتقالهم هناك في المخيمات امام زياره بانك كريستوفر روس. لا. هو قدم زياره والاعتقالات داخل المخيمات. لا. وهذه ما عقب عليها السيد بانك السيد كريستوفر روس، وما قدم بها اي عريضه للامم المتحده، وللاسف ما هذا في الزياره الاخيره في زياره كريستوفر، ليست الاخيره، هذه الزياره 2013. نعم تقدم له بصوره هنا معه هو شخصيا، كاع شخصيا سيد هو سكرتير العام، انا متواجد وراه. نعم قدمت الرساله بانه نعم قدمت لي الرساله فما كان رد فعلي باسم ابناء باسم الشباب الصحراوي الثائر داخل المخيمات. لا وكيف كان رد فعله؟ رد فعله انه شي نقول لك جيت نقول لك عنه حتى هو متواطئ مع الجزائر والبوليزاريو طبعا حقيقه. نعم اذا انت تواكب تقارير ديال الامم المتحده وديال مجلس الامن الانتهاكات ديالكم ديال تيندوف لا يحملها هذا التقرير؟ لا يحملها هذا ابدا. التقرير يحمل انتهاكات اللي يقول لك توقع في المناطق الجنوبيه، احنا ما قطينا شنو هي الانتهاكات، احنا نبغوا هذا تعود المساواه. قلنا كاع خالق انتهاكات في المناطق الجنوبيه، حتى في مخيمات خالق انتهاكات، ما قطت الامم المتحده تقدمت بتوصيات عن الانتهاكات اللي توقع في مخيمات تيندوف. نعم انا نحمل المسؤوليه للسيد بان كي مون، نحملها كذلك لكريستوفر روس، ونحمل جميع البعث الامم المتحده اللي تزور المخيمات وما تقدم اي توصيه فيما يخص حقوق الانسان في داخل المخيمات. قبل قليل اشرتم بانك انتم والزوجه ديالك ممنوعين من المخيم. ليس نبغي نوضح لك. نعم. انا زوجتي وابني متواجدين الان في مخيمات تيندوف. نعم. ابني مازال صغير عنده سنه ونصف. نعم. دي بي شتو عاد انه منين خلال عنده 6 شهور رجعت، كانت زوجتي معي في موريتانيا. نعم. ورجعت المخيمات تيندوف، وإلى حد الساعة أنا لا أعرف مصيرهم. نعم. بيني معهم اتصال هاتفي بعض المرات. نعم. وش نقول لك عني اشتقت لابني، اشتقت. نعم. لهم عني نقيسهم، وعادت الأمم المتحدة هي اللي متكلفة بهاي القضية، والله عادت عنها تشوف طريقة نزور بها
أهلي في المخيمات، عني ممنوع منهم، لماذا؟ نبغي نعرف علاش نمتنع منهم. يا كيوان المساواة عن حقوق الإنسان خارجة في المخيمات، عن الصحراوي في المخيمات عايشين بأحسن عيشة. إحنا يا عدنا قلنا عنا محل الحكم الذاتي، ولا قلنا عنا مع الفكرة اللي تقدمت بها المملكة المغربية، ما هو أننا عدنا ينعتوا فينا ويقولوا أننا عملاء للمخابرات المغربية. إحنا ما عندنا علاقة بها. إحنا قلنا على الفكرة، بغينا هاي الفكرة، بغيناها تنهي هاي المأساة، تنهي المأساة 40 سنة، أكثر من 40 سنة نبغوها تنهيها. وأنا نحمل المسؤولية للأمم المتحدة من هذا المنبر، نحمل الأمم المتحدة المسؤولية، ونحمل الغوث اللاجئين، ونحمل هالمنظمات الدولية، ونحملهم كامل المسؤولية بأنني باغي نلتحق بأسرتي في المخيمات، وباغي نشوف ابني الذي اشتقته لي في المخيمات، بغيت نشوفه بأي طريقة، بغيت الأمم المتحدة تفتح لي باب ندخل قايس سيندوف، لأن الجزائر البوليزاريو صدرت مذكرة باعتقالي، مذكرة قالت عني عميل وعني خائن وعني كذا، وصفتني هي بجميع وصفاتها، محدي معاهم في بوليزاريو كانت توصفني بالمناضل، وكانت توصفني بالصحراوي الشهم، وكانت توصفني، قلت عني من الحكم الذاتي، تغير كل شيء. نعم، نبغيو كلمات مقتضبة أو شهادات أو رسالة للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، ماذا تقول له السي معروف؟ طبعا مني جات لي الفرصة أني مهالي منبر، أني السيد بان كي مون نحترمه كأمين عام للأمم المتحدة، وأنه مكلف بقضية الصحراء، ونبغي نوجه له رسالة، نبغي نقول هو أنه يعود عارف أي خطوة خطاها، يعود عارف شي عدل فيها، ونقول له كذلك عنه يرجع والله يقدم زيارة ثانية بما تخص خرسها والناس في المخيمات، ما هو يخرس في المخيمات طريقة يمرق أهالينا من قبضة البوليزاريو ومن قبضة الجزائر، وأنه يعطي توصيات جد هامة في قضية حقوق الإنسان في المخيمات، اللي هي ليس لا توجد أي أثر لها. ونحمله المسؤولية كذلك في نفس الوقت، نحمله المسؤولية جميع الانتهاكات اللي تقع في المخيمات، وجميع الاختطافات اللي تقع من ضمن الجزائر، ونحملوا كذلك المسؤولية لها النشطاء الحقوقيين اللي يدافعوا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات، اللي محرومين من عودتهم إلى المخيمات، محرومين من عودتهم، اللي هم اللي يحسبهم الأمم المتحدة أنهم لاجئين، واليوم يحرموا مع أنهم يعودوا يرجعوا للمخيمات. نتمنى أنه يشوف حل في هذه القضية. نعم، وماذا وهل من الرسالة لعبد العزيز بوتفليقة؟ طبعا هاكي الرسالة اللي نبغى نوجهها للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بكل احتراماتنا له، أن نوجه له رسالة بأنه راجع ملفه ويراجع ملفاته، ويرخي عنه هاو الناس، يرخيهم يخرجوا وطنهم ويرجعوا لأرضهم، هو يعاد باغي مصلحة الصحراويين، مصلحتهم بأنهم يرجعوا قايسين أرضهم ووطنهم. ما هو أنه نبغى نقوله يا عبد العزيز نبغى نقوله لك يا عبد العزيز تلصهن خليهم يرجعوا لأرضهم، يا عبد العزيز تلصهن يا الجنرالات الجزائرية أتلصهن يرجعوا لوطنهم، تلصي عنكم أهن كفاء هاي 45 سنة والله أكثر من كفاكم يا الجزائر، يا الشعب الجزائري، إحنا أخوت الحمد لله، يغار نبغوكم اليوم تطلصوا أهن من المخيمات يرجعوا قايسين وطنهم، كافيهم ذا المعاناة العناو، كافيهم ذا الحرب الخطاء، وكافيهم ذا الويلات في المخيمات. نعم، وهل من رسالة لعبد العزيز المراكشي؟ مجموعة من الصور تبان لي هنايا، قراءة في هذه الصور قبل توجيه الرسالة مع عبد العزيز. نعم، نوجه له رسالة عبد العزيز، نوجه له نقول له عبد العزيز كافي ذا اللي مشيت بالصحراويين قايسين شيء غامض، وخطيت بهم ذي المدة كاملة في المخيمات، وكفاك. ونبغي مولي نقول لك عنه مولانا وصى على الوالدين، وانت والدك الحمد لله راعاهون في المملكة المغربية، وعنك تجي الوالدك
وعندك تطلب السماح موالدك وتطلب مولي كذلك من الصحراويين تطلب منهم السماح فهمت، وتخلي عنك الناس ترجع لوطنهم، وارجع حتى انت لوطنك، وارجع ومارس سياستك هون داخل ارضك وداخل وطنك. ونتمنى مولانا عنك تستجب لها نداء شاب شاب ثائر، شاب ثائر على هذا الوضع في المخيمات الذي طال. ونتمنى مولانا عنك ترجع في اقرب وقت. نعم، هل من كلمه اخيره او رساله تود تبعثها عبر منبرنا؟ طبعا رسالتي الاخيره، ونتمنى انها ما تعود اخيره، تعود رسائل قبلها، لاني نطلب جميع الصحراويين في المخيمات انهم يرجعوا لوطنهم، وان المملكه المغربيه بالخصوص جلاله الملك انه فاتح يديه وفاتح ذرعته لكم، ومرحب بكم في ارضكم، مرحب بكم في وطنكم، تعالوا مارسوا سياستكم، مارسوا تجارتكم، مارسوا جميع اللي بغيتوا انتم في ارضكم. ما مانع حد عليكم من طنجة للقويرة، ما مسولكم حد، ما قايلكم حد شيء. وكذلك نبغي نشكر الإعلام هذه اللي صحيح اللي أنا داير معايا لقاء، نشكرها، ونشكر كذلك الحزب أنا اللي متواجد اليوم في مقره، للحزب اللي كان حتى هو سباق، كان حتى هو سباق في 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 حضن الصحراويين، وكذلك السباق في التحاق المناطق الجنوبية وحل مشاكل الصحراويين في المناطق الجنوبية. ونشكر حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. كذلك مولي نبغي نشكر شخصه الأمين العام كشخص بي اللي قعدت معاه وشفت هذا الشخص، شي نقول لك شفت عنه اللي يبغي الصحراويين ويبغي يحل مشاكل الصحراويين، والحمد لله لقيته في العيون ولقيته في مقر الحزب في العيون، جبرت الحمد لله كامل قاعدين مع الصحراويين ومتواضع مع الصحراويين. ونبغي نشكره وشكر الله، نبغي نشكره شكر كبير للجمال المنظري على مسيرته هاي السياسة. ونتمنى لمولانا عنه يوصل الهدف اللي دور، وان شاء الله دوره يوصله ان شاء الله حد كامل النوانية في الصحراويين زينا ما يخلق الله خير ان شاء الله. اذا شكرا السي معروف بن خير البشير رئيس جمعية ابناء الصقيع الحمراء وادي الدهب. قراء مشاهدي الموقع الالكتروني مساء الجهة، سنوافيكم باخر تطورات هذا الملف في حلقتنا القادمة.